السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه add.sketchup.com، هتلاقي رابط أسفل الفيديو بيديك إن أنت ترسم الرسومات اللي أنت بترسمها على السكتش أب، بس ده أونلاين من غير ما تستخدم أي برامج وفري. هتقدر ترسم أي شكل، وزي ما أنت عارفين إن السكتش أب سهل جدا في الشغل بتاعه. هتقدر ترسم أي حاجة أنت عايزها بسهولة، تعدل عليها وتفكر فيها زي ما أنت عايز. الشكل ده مثلا تقول له انبساط، فده ممتاز لو انت قاعد على جهاز حد صاحبك وعايز تعدل بعض التعديلات بسهوله من غير ما تقعد تسطب البرنامج ومن غير ما تدور على كراك ولا حاجه خالص. تقدر تعمل اللي انت عايزه. تقدر تقيس اللي انت عايزه، تقدر ترسم اي حاجه انت عايزها بالشكل دوت.